عندنا الآن اتصال وأيضا عبر الأقمار الصناعية من موفد الإخبارية في جاكرتا الزميل سلمان القرني. سلمان، في البداية ليت تكلمنا عن هذا الاستقبال الشعبي اللي شفناه، يعني بغض النظر عن الاستقبال الحكومي أيضا رأينا استقبال شعبي وفرحة شعبية في أندونيسيا لزيارة خادم الحرمين الشريفين، وأيضا أعطينا آخر مستجدات زيارة خادم الحرمين لأندونيسيا. أهلا بك فيصل. وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في ثاني أبرز محطاته خلال جولته الآسيوية. لا شك الاستقبال حافل اليوم كان من رئيس أندونيسيا وكذلك من الشعب الأندونيسي بمختلف طبقاته، وكذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم والرئيس الاندونيسي. تم توقيع العديد من الاتفاقيات شملت العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية والأمنية، كذلك تم توقيع اتفاقية في الجانب التجاري على جزئين. الجزء الأول نص على أهمية تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجانب الثاني أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الفرص التجارية بين البلدين. كما تعلم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار بفائض لميزان المملكة. هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التي سيتم الإفصاح عنها خلال اليوم، وسأوافيك بالعديد من التفاصيل حولها. كما نعلم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد خلال السنوات الماضية، ومنتظر من هذه الزيارة أن تساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى التمثيل التجاري والاستفادة من الفرص التجارية الموجودة في البلدين. هناك العديد من القطاعات التي سيتم التركيز عليها خلال هذه الزيارة من قطاع التعدين والبتروكيماويات، وكذلك هناك مذكرة تفاهم سيتم الإفصاح عنها غدا بإذن الله حول إنشاء مجمع للبتروكيماويات في أندونيسيا بتكلفة تتجاوز 8 مليار دولار. كذلك هناك العديد من القطاعات سيتم التركيز عليها إلى جانب القطاع السياحي. كما تعلم أن الاستثمارات السعودية في أندونيسيا في الجانب السياحي تمثل 20% من مجمل الاستثمارات الموجودة في أندونيسيا، وكذلك حركة السياح السعوديين إلى أندونيسيا تشكل 178 ألف سائح سنويا إلى أندونيسيا بمبلغ يتم إنفاقه 1.2 مليار سنويا. هذا أبرز ما لدي خلال هذه الساعة، وسأوافيك بالعديد من التفاصيل خلال الساعة القادمة. نعم فيصل، شكرا جزيلا لك زميل سلمان القرني موفد الإخبارية في جاكرتا اللي أعطانا نبذة مما أتى في آخر طبعا الأخبار حول زيارة خادم الحرمين والعديد من الاتفاقيات.